هذه المكتبة هي عربة تتضمن 300 كتاب باللغتين الإنجليزية والهندية، أنشئت لمحبي الكتب من أجل تمضية الوقت خلال سفرهم في قطارات المسافات الطويلة. فيختار الركاب كتابهم المفضل بحرية للتسلية والاستفادة بالوقت خلال التنقل. أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مبادرة نقرأ للأطفال لتشجيعهم وتحفيزهم على القراءة وترسيخ مكانة اللغة العربية في القراءة والكتابة من خلال قراءة القصص المشوقة في جلسات افتراضية بأصوات الفنانين والنجوم. وتبث جلسات القراءة على مواقع التواصل الاجتماعي كل يوم جمعة خلال شهر يونيو عند الساعة 5 عصرا بتوقيت الإمارات. قام بائع الكتب في مقاطعة مومباسا في كينيا بمبادرة تسمح للأهالي بتبادل الكتب المدرسية القديمة بكتب جديدة مقابل رسوم بسيطة لمساعدتهم على توفير بعض المال بدلا من شرائها من المكتبات التقليدية بأسعار عالية. وقبل الختام يا أصدقائي، أود أن أطرح عليكم سؤال هذه الحلقة: ما اسم المقاطعة التي أطلقت مبادرة لتبادل الكتب المدرسية القديمة بكتب جديدة مقابل رسوم بسيطة؟ شاركوني أجوبتكم في خانة التعليقات. إلى اللقاء مع أخبار جديدة ومفيدة.